ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة بتنظيم من مجلس دبي الرياضي التقى عدد من نجوم الكرة العالمية مثل لويس فيغو، كارلوس بايول، كلايفرت، أبيدال. التقوا في مركز دبي التجاري العالمي في مباراة استعراضية حضرها حمزة بن جدو، بس ما لعبوا طبعا ولا خلوه يلبس الكرة. اليوم نحن نشوف هذه النجوم اللي كنا نتابعهم أول بأول في مبارياتهم الدولية سواء على مستوى أنديتهم أو منتخبات، اليوم يتواجدون قد أقول لأول مرة يجتمعون بالشكل هذا يعني ويلعبون تقسيمه، وهم فعلا مبسوطين بهذه التقسيمة. طبعا دائرة السياحة مشكورين مع مجلس دبي الرياضي، الكل حاول على إخراج وتطوير فكرة التي طرحها سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هي فرصة رائعة لأننا التقينا في هذه الفعالية التي تسعى لتعزيز الثقافة الرياضية، شيء مهم وجميل أن يسعى كل بلد للتعريف بقواعد الرياضة وبقيمة الرياضة وإيجابياتها، سواء تعلق الأمر بممارستها أو مشاهدتها. أشكر الجماهير العربية على متابعتها وتشجيعها لي طوال مشواري الرياضي، حقا أنا فخور بذلك. كل شيء مميز في دبي، كرم ضيافة ولقاء مع أصدقاء الزمن الجميل وعودة لمداعبة الكرة. لقد أبهرني شغف الجماهير العربية بكرة القدم، وأنا أشكرهم على مشاعرهم الرائعة. شيء إيجابي جدا تنظيم مثل هكذا بطولات بتطبيق بروتوكولات الوقاية. أعتقد بأن دبي تسير في الطريق الصحيح، كما أنني جدا ممتن للتواجد هنا. أحيي جميع الجماهير العربية التي تحبني. أعتقد أن دبي هي روح الإمارات فيما يتعلق بالنشاطات الرياضية، وبالأخص خلال فترة كورونا وحتى بعدها. أعتقد أنه من الهام أن نشجع على الرياضة وممارسة النشاطات الرياضية للحفاظ على لياقة الجميع. أعتقد أنه من المهم دعم الرياضة في أي دولة، خصوصا للأجيال القادمة. فخور بأنني جزء من تحدي دبي للياقة، هذا التحدي الذي يجعلنا نستمتع بأوقاتنا كثيرا مثل ما يحدث الآن في هذه المباراة الاستعراضية الرائعة. مثل هكذا فعاليات مهمة جدا، لأنها تعكس اهتماما كبيرا بالرياضة. استضافة اللاعبين الكبار توصل رسالة إلى كل مكان بأن دبي والإمارات مكان رائع يتطور ويعمل يوميا ليبهر العالم. سعيد جدا لرؤية أصدقائي في هذه الفعالية التي تساهم في تطوير الرياضة في دبي بشكل كبير. لقد بدأنا بالمتعة منذ الصباح بركوبنا جميعا الدراجات، ثم جئنا للعب هنا. كانت مباراة استعراضية رائعة، تذكرنا خلالها أجمل الذكريات التي جمعتنا. إنه يوم رائع بالنسبة لي. أنصح الجميع أن يمارسوا الرياضة بشكل يومي لكي يعيشوا حياتهم في سعادة كاملة. مواكبتكم أنتم للأحداث الرياضية وتغطيتكم للأحداث الرياضية، وخاصة أحداث مجلس دبي الرياضي، واضحة وشاهدناها حضرتها شخصيا أنا في برامجكم صدى الملاعب، أو أيضا من خلال ما تغطونا في الـ NBC. فلكم الشكر.